Hello everyone، أهلا بيكم في فيديو جديد من منهج الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة يا شباب هناخد البويتري، القصيدة الشعرية، الشعر اللي موجود معانا، the poem، القصيدة Bed in Summer، النوم في الصيف أو سرير في الصيف، by Robert Louis Stevenson. روبرت لويس ستيفنسون ده اسم الشاعر بتاعنا، the poet in brief. خليني أقول لك كده الشاعر فيه باختصار في خطوط عريضة. روبرت لويس ستيفنسون was born in Edinburgh in 1850. الشاعر بتاعنا اتولد في إدنبرغ في سنة 1850. He died in 1894 ومات سنة 1894. He studied at Edinburgh University، ذاكر واجتهد في جامعة إدنبرغ سنة 1867 in 1867 and studied engineering، وذاكر الهندسة. But soon he left this to study law، بعد كده هو ترك المجال بتاع الهندسة عشان يدرس قانون، and was admitted as an advocate in 1875، وكان اعترف به كأنه محامي في سنة 1875. In 1869 1869 he traveled to California and married Mrs. Osborne in America in 1880. وسافر على أمريكا واتجوز السيدة أوزبورن في أمريكا سنة 1880. He was an invalid practically all his life، هو كان إنسان غير فعال، غير عملي على مدار حياته. He wrote some remarkable poetry، يعني في مجاله سواء في القانون أو في مجاله السياسة أو أي شيء اشتغل فيه، هو ما كانش مؤثر، ولكن هو كتب شعر ملحوظ ومهم جدا، collected in، تم تجميعه، in a child's garden of verses، يعني حديقة الأطفال للأبيات الشعرية 1885، and Underwood's، وكمان في سلسلة Underwood's 1887. He collaborated with W.E. Hunley in some dramas، وتعاون مع W.E. Hunley في بعض المسرحيات الدرامية. إيه هي بقى فكرة القصيدة بتاعتنا؟ The main idea of the poem، الفكرة الرئيسية للقصيدة، عايز يقول الشاعر إيه في القصيدة بتاعت Bed in Summer؟ The poet wants to tell us some interesting things about England. الشاعر عايز يقول لنا في القصيدة بتاعته بعض الأشياء الممتعة والمهمة جدا عن إنجلترا. In the winter months around the Christmas، في أوقات، في فصول، في شهور الشتاء حوالين الكريسماس كده في آخر السنة، it's dark until about 8 o'clock in the morning. تخيلوا إن الدنيا بتبقى مظلمة لسه لغاية الساعة 8 في الصباح، المفروض تكون الشمس طلعت، ما بتطلعش. In the summer، في الصيف، June to September، من أول شهر 6 جون، شهر يونيو لغاية شهر سبتمبر، it is light، الدنيا منورة، الدنيا مضيئة، until about 9 o'clock at night، لغاية 9 بالليل. The poet is complaining، الشاعر بيشتكي، about being under the mercy of the weather، الشاعر قاعد بيشتكي ان هو تحت رحمه الطقس اللي مش مخليه يستمتع. بمعنى ايه؟ The poet is obligate، الشاعر ملتزم، to go to bed، انه يروح ينام، by day in summer، في النهار، كأن الساعه 9 بالليل ولسه النهار ولكن لازم بينام، كأنه مجبر ينام وجت الساعه 9 بالليل، and to get up at night in winter، ويصحى مبكرا بالليل. بالليل مقصود بيها ان هو لو صحي حتى الساعة 7 صباحا فلسه الدنيا مظلمة، لان في الشتاء بتكون الدنيا مظلمة لغاية 8 صباحا. The poem، القصيدة الشعرية، زي ما احنا عارفين the poem، القصيدة، الشاعر poet، والقصيدة الشعرية مقسمة لستانزا، stanza 1، stanza 2، stanza 3. طيب زي ما احنا شايفين stanza 1، in winter I get up at night and dress by yellow candle light. In summer quite the other way. I have to go to bed by day. إيه بقى المقصود بالستانزا؟ عايزين نعمل الparaphrase، أعد صياغة المقطع الشعري ده وقول المغزى منه، المضمون، المعنى. The poet describes the weather in England.
شعر بيوصف الطقس في انجلترا. And says that بيقول إن in winter في الشتاء بيشرح the sun doesn't rise الشمس ما بتشرقش until late in the morning إلا في وقت متأخر في الصباح. So when he gets up it's still dark. عشان كده لما بيستيقظ بيكون لسه الدنيا مظلمة. So he has to use some candles. محتاج يستخدم بعض الشموع ليه؟ عشان يبقى عنده إنارة. To wear his clothes علشان يبتدي يرتدي ملابسه. On the contrary على العكس in summer في الصيف the sun doesn't set until late at night الشمس ما بتغربش إلا في وقت متأخر بالليل لغاية 9 بالليل والشمس موجودة. The poet has to go to bed لازم يروح ينام although it is still daylight ولسه في ضوء للنهار. يبقى in winter I get up at night هو بيقول أنا بصحى بالليل وحقيقة الأمر هو لما بيصحى الصبح بيكون الدنيا لسه مظلمة ويبتدي يستخدم شمع and dress وبيلبس by yellow candle light عن طريق الإضاءة and dress by yellow candle light. In summer quite the other way I have to go to bed by day ولكن في الصيف على العكس الدنيا بيكون نور النهار لسه مضيء لغاية 9 بالليل فلازم أروح كأني بنام بدري والنهار لسه موجود. طيب دي اللي ستانزا 1 الجزء ده جزء البارافريز وده سؤال بيجي في الامتحان. What are the figures of speech in the previous stanza؟ إيه هي مواطن وأساليب الجمال في البريفيوس ستانزا؟ زي ما أنت عارف كنا خدنا السنة اللي فاتت في أولى إعدادي personification التشخيص alliteration السجع contrast التضاد الرايم سكيم المخطط القافية الوزن. تعال نفهم contrast التضاد زي ما انت شايف contrast يعني التضاد يعني في كلمتين متضادين زي night و day زي ما انت شايف عندنا كلمة night وعندنا كلمة day ده معناه ايه؟ get up go to bed get up بمعنى يستيقظ go to bed بمعنى ينام ده تضاد في المعنى ليل والنهار يستيقظ ينام go to bed it makes the meaning clear and strong بيخلي المعنى واضح وقوي confirm the meaning يبقى انا لما اجي اقول لك الكونتراست التضاد اهميته ايه تقول لي it makes the meaning clear and strong بيخلي المعنى واضح وقوي confirm the meaning وبيقوي المعنى alliteration السجع bed boy خلي بالك ان السجع يعني ايه يعني حرف متكرر في اول كلمتين لو جيت تبص على الكلمتين اللي معانا عندنا كلمه بيد وكلمه باي هتلاقي البي متكرره في اول كلمتين alliteration ليه to give music عشان يعطي موسيقى to create a musical pattern عشان يعمل نمط موسيقي. What is the rhyme scheme of the previous stanza ايه هو المخطط القافيه للبريفيوس ستانزا هتلاقي كلهم على نفس الوزن night light way day هتلاقي اول سطرين على نفس الوزن night light السطرين اللي بعدهم way day يبقى AA لان اول سطرين زي بعض BB AA BB طيب ده كده كان ستانزا 1 يا شباب خلينا نروح عند ستانزا 2 زي ما انت شايف stanza 2 المقطع الشعري الثاني I have to go to bed and see لما بيروح ينام بيفضل ينتظر سامع وشايف ايه the birds still hopping on the tree العصافير والطيور اللي لسه بتتنطط على الشجر برجل واحدة دي or hear the grown up persons people's feet or hear the grown up people's feet او بسمع اصوات الناس اللي بتمشي حوالين البيت عندي أصوات الناس البالغين still going past me in the street ماشيين حواليا وأنا نايم في غرفتي كده سامع صوتهم. طيب يبقى ده معناه إيه يا شباب؟ النيو فوكاب الكلمات كلمة هوب في فرق بين هوب والجمب هوب يعني بينط على قدمه جمب اون فيت وكمان بتيجي بينط على رجل واحدة جمب اون وان فيت growing up شخص بالغ mature or old enough كبير paraphrase stanza 2 عايزين نعيد صياغة المقطع الشعري الشاعر كان قصده ايه
In summer, the child goes to sleep when there is still daylight outside. في الصيف الطفل بيروح ينام حتى لو في لسه ضوء موجود، ضوء الشمس، بدل ما يستمتع بالطقس ولا يخرج يلعب، لا ده بيروح ينام. He goes to bed، بيروح ينام، when the birds are still active، إن الطيور لسه زي ما أنت شايف كده نشيطة، still active. Out are on trees، على الأشجار زي ما أنت شايف. The child also، الطفل الصغير ده بيسمع the sounds of adults، بيسمع صوت البالغين walking past the house while he in bed. الطفل بيسمع أصوات الناس البالغين وهم بيمشوا حوالين البيت وهو في سريره. All this activity، كل النشاط ده is taking place، بيحصل بره، العصافير والناس اللي بتمشي كل ده بره، outside the child's bedroom، بره غرفة الطفل، while he is trying to sleep، وهو بيحاول ينام. فده يدل قد ايه ان الويذر هو تحت الميرسي بتاعته، تحت رحمة الطقس. طقس اللي في الشتاء الدنيا بتبقى مظلمة حتى لو صحي الساعة 7 8 الصبح. ليه؟ لأن الشمس ما بتطلعش بدري في الشتاء، وفي الصيف المفروض الشمس بتفضل موجودة لغاية 9 بالليل، فهو بيروح ينام ولسه النهار موجود. إيه هي الفيجرز أوف سبيتش؟ مواطن وأساليب الجمال. بيرسونيفيكيشن، التشخيص. The birds still hopping on the tree، الطيور بتتنطط على الأشجار، بتقفز على الأشجار. The poet here personifies the birds، بيشخص الطيور as if they children، if they are children، كأنهم ولاد، jumping on one leg، بينطوا على رجل واحدة، to refer to activity and lifelines، عشان يدل على النشاط والحركة في خطوط. يبقى في نشاط. يعني ايه personification اصلا؟ يعني انت بتاخد صفة بتاعت انسان، طريقة الانسان في المعيشة، في الكلام، في التنطيط، فبتاخده وتشخص حاجة غير عقل كأنها انسان وبيعمل شيء، زي الطيور بتنط، كأنهم children are jumping on one leg، فده اسمه personification، التشخيص. عندنا alliteration، السجع. still street، قلنا السجع يعني صوت حرف بيتكرر في أول كلمتين زي الإس، still street، to create internal music، عشان يعطي موسيقى. عندنا كمان سجع من نوع تاني اسمه consonants. يعني إيه بقى consonants؟ سجع بس حرف متكرر في آخر كلمتين، past street، past street، التي متكررة في آخر الكلمتين دول. طب إيه هي الرايم سكيم بتاع المقطع التاني؟ مخطط القافية، الوزن. هتلاقي أول سطرين برضو على نفس الوزن ودول على نفس الوزن، سي تري فيت ستريت، يبقى برضو عندنا اي اي بي بي. هتلاقي كل الاستانزاس كده، اي اي بي بي، كل سطرين زي بعض، اي اي بي بي. طيب تعال نروح عند استانزا 3 عشان ما وقت الفيديو ما يكونش طويل. And it doesn't seem hard to you when all the sky is clear and blue. And I should like so much to play, to have to go to bed by day. In the third stanza, ده الparaphrasing، قاعد صياغة المقطع paraphrase. The poet complains، شاعر بيشتكي، about having to go to bed early، اشتكي للناس وهو لازم يروح ينام في سريره بدري. He feels it's unfair to have to go to bed early، وبيشتكي ان مش من العدل انه يروح ينام في الوقت دوت مبكرا. When the sky is clear and blue، ما زالت السماء صافيه وزرقاء، يعني الدنيا منوره، يعني لسه الصبح موجود، daylight. And everything around him، كل شيء حواليه، is beautiful، جميل. Instead of playing and having fun، بدل ما يلعب ويستمتع بوقته. What are the figures of speech of the third stanza؟ ايه بقى الاساليب ومواطن الجمال في المقطع الشعري الثالث؟ Alliteration قلنا قبل كده، يعني حرف بيتكرر مرتين في بداية كلمتين زي ما انت شايف، bed و boy، to create internal music. طب consonants، يعني حرف بيتكرر في آخر كلمتين
and harp برضه to give music عشان يعطي موسيقى. طب ايه هو مخطط القافيه؟ الرايم سكيم. The rhyme scheme is AA BB. Commentary التعليق على القصيده، معلومات مهمه لازم نعرفها. The poem consists of three stanzas of four lines each. هي القصيده مكونه من 3 مقاطع شعريين، كل مقطع شعري في 4 سطور. الرايم سكيم مخطط القافيه، الوزن، كل سطرين في كل ستانزا شبه بعض في الموسيقى في الوزن، يعني كل ستانزا هتلاقيها A A B B. طيب ايه المغزى من القصيده؟ ايه المقصود من القصيده؟ ايه اللي عايز يقوله الشاعر من القصيده؟ The poet appeals to the reader's senses. الشاعر بيشتكي، بينبه قراءه، حواس القراء بتوعه، as he uses visual images، لانه بيستخدم صور خياليه. The yellow candle light، ضوء الشموع الاصفر، clear and blue sky، السماء الزرقاء الصافيه. The poet states the last stanza as a theoretical questions، سؤال افتراضي. هو مش عايزك تجاوب، هو بيقول لك يرضيك ان انا اروح انام بدري بدل ما استمتع وبدل ما اروح انبسط بالطقس. The question which doesn't need an answer to show how difficult it's for a child to be forced to go to bed. السؤال الأخير اللي هو قاله في ستاندا 3 مش عايز جواب، ولكن محاول يوريك صعوبة how difficult it's for a child to be forced، إنه يبقى تم إجبار طفل يروح ينام while the weather is fine، إن الطقس جميل and he wants to play، وهو عاوز يلعب. This is also makes the reader sympathizes with him. Sympathizes with him يعني يتعاطف معاه، يتعاطف مع الشاعر بتاعنا. وبكده يا شباب نكون خلصنا البويتري، الشعر، القصيدة الشعرية اللي معانا Bed in Summer للصف الثاني الإعدادي. والأسئلة بتيجي بشكل سهل وبسيط، يا إما بيقول لك اعمل paraphrase للستانزا، أعد صياغة المقطع الشعري دوت، أو بيقول لك طلع الفيجرز اوف سبيتش، مواطن وأساليب الجمال. فأنت لازم تبقى عارف الخطوط العريضة، عارف يعني إيه personification، يعني إيه alliteration، يعني إيه consonants، يعني إيه rhyme scheme، وتعرف تكتبهم لوحدك وتشرح بالشكل دوت. بكده يا شباب نكون خلصنا فيديو النهاردة. Thank you so much. كان معاكم مستر محمد إبراهيم، وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات أخرى. ادعموا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ودعوة أصدقائكم. Thank you so much.